الو اهلين اسعد، انا منيحه. لا لا ماني نايمه، انت شو مسهرك لهلا؟ اذا هيك معناتها بسيطه، توقعتك ما تحكي. بس انا كنت ناطر الفرصه المناسبه يعني. ايوه لك هلا ساي، شو عم تعملي انت؟ بالله عن جد بتتذكر لما كنت صغير تجيب لي لهون؟ بتذكر بابا بتذكر، بس انت ما عاد لقيت وقت بعد الجامعه. شو بدي اعمل؟ الجامعه بتاخذ كل الوقت. وعم تلحق؟ الحمد لله، كل شيء تمام. في شيء بابا؟ لا لا ما في شيء، ما في شيء. عارف بابا، من انت وصغير كنت انبسط منك لما تحب تجرب شيء جديد.
كان يصير مشاكل بيني وبين امك بخصوص الموضوع بتتذكر؟ اكيد بتذكر. ولسه لهلا بتشوفك صغير. يعني هذا الموضوع ما له حل؟ ولح تضلك صغير بعين امك لانه هي هيك بتحب. على ما يبدو انه ما في امل. خليها تشوفك مثل ما بدها. يا سيدي معك حق. بابا حابب اسالك سؤال. تفضل بابا. امك وهي عم بتنظف لقت حب غريب بغرفتك، سالتني عن نوعه، شغلت عليك وخايف انك تكون مريض. لقتهم هي عم تنظف ولا كانت عم تبحبش من وراي؟ عصام لما بنحكي عن حبوب مخدرات من نوع كابتيجون بصير موضوع خصوصيتك بالمرتبة الثانية. حبوب مخدرات؟ بابا مشان الله شو هي الكلمة الكبيرة؟ لكان شو بتسمي الكابتيجون؟ منشط. منشط وكان ناقصني وقت الفحص. عصام انت بتعرف انها مخدرات وخطيرة كمان. بابا ببوس ايدك حاجة تقول مخدرات. طيب منشطات هلا عم تساعدك وبعدين شو؟ انت بتعرف منيح. بابا بابا انت عن شو عم تدافع؟ عن شو عم بتدافع؟ نشاطك وكنت دائما تلحق دراستك ونشاطك بيحكوا عنه العالم، ليش هلا؟ شو اللي صار؟ بدي اياك تجاوبني بصراحة، ماني متعود عليك هيك. طيب انت من ايمتى عم تستخدم الكابتيجون؟ بصراحة أول مرة جربته بالبكالوريا، بس هيك يعني جربته بشكل خفيف كتير، مو مثل ما لك مفكر انت بابا. خفيف ولا كتير؟ انت بتعرف انه هي الشغلة مو منيحة، المهم هلأ فيك بدونه؟ بصراحة بابا ما رح كذب عليك، أنا حاولت كتير بعد عنه بس ما قدرت، وخاصة لما يكون عندي ضغط دراسة وفحوص عم لاقي إنه هو الحل السريع. يا بابا وبلا الدراسة بلا الدراسة، دروس حسب استطاعتك، أنت بتعرف إنك مالك مطالب بأي شيء. بعرف بابا بعرف، بس الموضوع ماله هيك. احكي لي كيف؟ بصراحة حاولت أدرس مرتين بدونه وما قدرت. ما قدرت؟ ما قدرت يا عصام؟ من أنت بتقول أنت هاي الكلمة؟ أول مرة بسمعك عم تقولها. ما بعرف عصام، لحالك ما فيك تعمل أي شيء، نحن لازم نتساعد مثل اثنين رفقة. طيب أبو طيب. بابا بدي أطلب منك طلب وبتمنى ما تخجلني. تفضل. بدي إياك تروح معي مشوار صغير لعند اختصاصية بهذا الموضوع، هي صديقة إلي ودكتورة لطيفة كتير. بابا مشان الله الموضوع مو بحاجة دكتورة، شو أنا مدمن؟ مدمن؟ مين قال عنك إنك مدمن؟ نحن مو خسرانين شيء، الدكتورة أمل لطيفة كتير ورح تعجبك، دردش معها شوي ويمكن تفيدك بشيء أنت ما بتعرفه. أنت هيك بدك؟ أنا هيك بتمنى، بس بدي إياك أنت اللي تروح، ما بدي تروح مشان. طيب بابا طيب خلص ما نروح، شوف الوقت المناسب وأنا ما عندي مشكلة. مشاني ولا أنت مقتنع؟ مقتنع 100% مقتنع. الله حيو أبو عزام. مرحبا. لو سمحت ممكن بدي هاي الوصفة؟ مدام شكلك بخبطة بالوصفات، الوصفة قديمة. عفوا الوصفة مصروفة من قبل، بعتقد انك مخربطة، ما بقدر اعطيك الدواء بدون وصفة جديدة مدام، بعتذر منك.
ممكن اتاكد؟ بتعرف انا مخربطه، جايبه الوصفه القديمه ونسياني الوصفه الجديده، بتعرف الدواء بنسي. طيب ماشي، انا بجيب الجديده وبرجع. شكرا. اهلا وسهلا. برافو عليك، كان عندي ثقة كبيرة فيك إنك رح تقدر تجيب الرقم. أنا تأخرت ولازم أنزل. ما بدك تقلي قديش بدك؟ بدي 10 مليون ينحطوا بحسابي برا. بحب أتعامل مع الأذكياء، مريحين، بس يعني مو شايف الرقم كبير شوي؟ كمان الرقم اللي أعطيتك إياه ربحه كتير كبير. تكرم عينك، رح نعطيك 10 مليون، تستاهل أكثر. أوكي، إذا منتواصل مع بعضنا ومنتفق على التفاصيل. أنا صار لازم أنزل، باي باي. الله معك. شو حشرة؟ بس مفيدين الحشرات، أنا بحبهم. هو دايور أحترقت، وصالح بس يعرف التسريب رح يعزل الكل، وهو المطلوب. مرحبا. أهلا. لو سمحتي بس بدي هذا الدواء بسرعة لأنه صافي سيارة عكس السيارة. ايه تكرمي ولو. تفضلي هي الدواء. تسلم ايديك. في داعي آخذ أكثر من علبة؟ لا ما بيلزم، مدام متوفر. طيب شكرا. بس الوصفة؟ تفضلي تفضلي الوصفة اللي بعدك. شكرا. أهلا. تفضل يا بيك، هذا الرقم يلي طلبته حضرتك. انت متأكدة من هذا الرقم؟ ولو طبعاً متأكدة يا بيك، 100% هذا هو الرقم. يسلم ايديك يا ليليان، انا بعرف انه انت مالك قليلة، بس انك تجيبي بهالسرعة هذا شيء كثير عظيم. ليليان، من اللحظة هي إلك عندي أي خدمة بتطلبيها مني. بدنا رضاك يا بيك. يا ريت نادي لي أبو أسعد، أنا بحب شركاتي نادوني باسمي. يعني صار فيني أعتبر حالي شريكتك أبو أسعد؟ لكن نحن شو؟ خير يا عمار. ماشي ماشي، ما في مشكلة بلا، فوت. احتفظتي بالورقة منيح، بس بتعطيني اياها بالفيلا. عمرك كريم. هلا. اوكي ابو اسعد، أنا ما رح آخذ من وقتك أكثر من هيك، وناطرة تشريفك بالزيارة يلي وعدتني فيها. أكيد أنا بتشرف، بس ليش مستعجلة؟ عندي شوية هيك أمور بدي أقضيها، وأكيد أنت عندك مشاغلك. ولا يهمك، بنضل على تواصل إن شاء الله. أوكي، باي باي. الله معك، مع السلامة.
دكتورة اطلعوا وخليكم لحالكم. لا فيك تضل بابا. لا خليكم براحتكم مو مشكلة، أنا عم بستنى برا. اهلا فيك. اهلين. اهلين دكتورة. بصراحة والدة كثير حكى لي عنك وتحمست لالتقي فيك. بابا ببالغ شوي، لا تصدقي كل شيء. كل الاهل ببالغوا وخاصة بالخوف. بضلوا يخافوا على شغلات بطعمة وبلا طعمة. اصلا هن ما بيعرفوا يعملوا شيء غير انهم يخافوا وبس. بفهمك، بيني وبينك اهلي لهلا هيك، لكني وصلت دكتورة وما خلصت. كأنه كل الأهل هيك؟ كان أبوك واثق إنك رح تجي، بس تفاجأت بالسرعة اللي اقتنعت فيها. ناقشنا بالموضوع أنا وبابا واقترح إنه يجي ويحكي معك. بصراحة أنا كل جيدي لهون مشان طمن بابا بعد ما نحكي مع بعض. بابا مكبر الموضوع شوي، وأنا شايف إنه ما عندي مشكلة أبداً، بس حابب طمنه. طيب رح نساعد بعضنا بجلساتنا يلي ما رح تكون قليلة، وموضوع تطمين أبوك اتركه علي، موافق؟ موافق. بقدر أسألك كم سؤال؟ طبعاً تفضلي. من أمتى بتاخد مادة الكابتيجون؟ من سنة تقريباً. ووقت الدراسة ولا بشكل دائم؟ هلا أكتر شيء بوقت الفحوصات، وأحياناً وقت بكون سهران أنا ورفقاتي، بس يعني مو دائما ولا بشكل يومي. كثير منيح، لساتنا بالبدايه. طيب تاخذه لحالك ولا مع رفقاتك؟ عفوا دكتوره، بصراحه بحب احكي عن حالي. انت بتعرف شان هي الماده؟ شوي. شو بتعرف عنها؟ بعرف انه هي منشط للذاكره، بتساعدني على اني ادرس اكثر. لا لا، قصدي بتعرف شيء عن تركيبتها؟ لا ما كثير. حابب تعرف؟ يا ريت. الكابتيجون مادة منشطة قوية وفعالة، بتعمل زيادة ملحوظة بالانتباه والثقة بالنفس والنشوة والروح المعنوية، وبتقلل التعب والشعور بالقلق. بالضبط. وبس تاخدها بتقل شهيتك وبيصير نشاطك زايد وفيك تسهر لوقت طويل، واكيد هذا الشيء بيحتاجه الطالب. مزبوط؟ مزبوط، بس كانك مجربتيها. لا دارستها ولا مره؟ اكيد ولا مره. طيب ما صار عندك فضول انك تجربيها؟ اكيد، بس انا ما بسمع نص الحديث الحلو يلي بدي اياه، هيك شخصيتي. كيف يعني؟ معك حق انك تحسها بالبدايه جذابه، بس ولا مرة سألت حالك عن أعراض الجانبية؟ شوي. طيب أنا رح أذكرك وإنت قلي إذا صار معك هيك شيء ولا لا. طبعا. قلق، رعشة بالجسم، تنميل بالأطراف، إفرازات عرق، تشنجات عضلية، تشنجات بالمعدة، سلوك انتحاري، أفكار عدمية. صار معك هيك شيء بعد انتهاء مفعول الحبة وبطلت تحس حالك سوبرمان؟ كل هدول. سألتني قبل شوي ليش بجربتها، بتحب تسألني مرة تانية ولا وصلتك الإجابة؟ لا أكيد وصلت. عندك قرار تبطل منكفي بجلساتنا، ما عندك قرار ما فيني ساعدك بشي. أنا معك دكتورة. كتير منيح، لكن رح زبط المواعيد، وموضوع والدك اتركه علي أنا بطمنه، بس أهم شي تلتزم بالفحوصات والمواعيد. حاضر. إيه وتاني مرة تعال حالك على العيادة، حاج تعذب أبوك. مثل ما بدي. طيب فينك نادي لي الوالد؟ أكيد.
سراب الحلوة قمر، لك شو عاملة؟ شو صاير معك؟ اه شو القصة؟ احكي لي، لك بتجنني. حبيتي؟ شو حبيتي؟ بتاخدي العقل لك بنتي قمر قمر. بس قولي لي شو لوين رايحة؟ ما في شيء، الشركة عاملة غدا للموظفين الجداد. شو علي لك بنتي؟ روحي روحي وانبسطي، الله يبسطك إلهي، بس الله يرضى عليك. لا تطولي لا تتأخري، بتعرفي عمك بعملنا فضايح. كله إلا جودك. وطي شلطيك، هلا بسمعنا بفضحنا. خليكي واقفة هيك، بدي نادي لأختك تشوف هالحلاوة كلها تقبريني حبيبتي. عملت لك رز وفاصولية على طلبك. شبك حبيبي في شيء؟ لا ابدا، بس شربت شوي. يسلم عليك، اللي يعطيك العافية. الله يعافيك. شو كأنك مبسوطة اليوم؟ ايه تمام كله منيح. شو هال؟ كثير طيبين. صحة وهنا. عجبتها؟ كثير حبيتها. بس شو قصتك اليوم؟ كأنك رايقة. ما في شيء، نزلت تمشيت شوي وغيرت جو. حلو، كيف كان؟ تمام، كله منيح، رواق. أنت كيف شغلك؟ ماشي الحال مثل العادة. الطوفان رحنا بتجار المخدرات والبياعين وهلا الصيادلة. صار في عنا كل الأنواع. صبي لي صرتها. لحظة أجيب صحن. وين راحت بنتك سراء؟ عندها عزيمة بالشركة، الشركة الجديدة اللي تشتغل فيها. ها هي اللي بسمعك عم تقولي شركة بفكرها المديرة. لا شو هالحكيات؟ وشو رأيك تعلميني شو احكي كمان؟ لا لا مو قصدي مو قصدي يا أبو نادر. يعني هي شو حكت معك؟ لسه نازل فيها بهدلة من الصبح عمون. أنت عيريني سكوتك ست غصون، أمك مادة محامية، لسانها بعشر شطلات. الله يخلصنا. لك الله يخلصني منك ومن أمك ومن أختك عن قريب. لك يا قليلين الأصل، بعد كل شي عملت لكم يا لك يلعن أبوكم أنتوا الثلاثة. عفواً، أنسي، إذا بتريدي تفضل. شو بتريد؟ في بنوتة كتير مهضومة وشعرها قصير وكتير حلو، اسمها سراب، أنا موعدة هون بالحارة، شفتي لي هالشي؟ ممكن تنزل تفتح لي الباب؟ من زمان جاي عبالي حس حالي أميرة. إيه بأمرك، قادر سمو الأميرة، جاي. تفضلي سموك. أوامر تانية؟ لك وقف وقف يا مجنون، وقف خلاص. وهي وقفنا. مرحبا. لك يا اهلين وسهلين، شو القصة اليوم؟ شو هالروا؟ ما في شي، مبسوطة.
إن شاء الله يا رب على طول هيك. إيه حضرة الأميرة؟ وين بتحبي نروح؟ ما بعرف وين ما بدك. أنا ما بعرف خطة لمشاوير بالسيارات، لو مشي كنت أنا أخذتها. معناته يا ستي هلأ نطلع تفتيلة بالسيارة؟ آه؟ وبعدين منقرر شو بدنا نساوي؟ إيه حلو هيك. لك شو قصتك أنت اليوم؟ كتير 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 حليانة، شو عاملة بحالة؟ ولا شي، صار لي زمان ما اهتميت بحالي، حاسة بشغلات جديدة. بعدين اليوم ماشية بالطريق ومالي متوترة لأنه ماني حاملة ولا جريمة. والله أنت عموماً يعني حياتك خطيرة عن جد. مين حياته مو خطيرة؟ أنا عرفت أنه أنا وياك نحب نفس الموسيقى، مو صح؟ شكله صح يا ستي، هذا لأنه نحن بنتعاطى نفس المادة، مو؟ أنا ما بتعاطى شيء. ما بتعاطي شيء؟ شلون ما بتعاطي شيء؟ عن جد عم تحكي؟ ليش متفاجئ؟ معظم اللي بيبيعوا ما بيتعاطوا، تخيل والله تجار وقاعدين عم يتعاطوا. لك إيه بس يعني ليش؟ شو السبب؟ هلا احنا طالعين مشوار ولا تحقيق؟ لا 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 خلص مشوار مشوار، حقك على راسي. طيب هلا وين قررنا نروح بعدين؟ ما بعرف عزوقك. يعني نضل بالسيارة عم نعمل تفتيله ولا نقعد بشي مكان؟ خلينا برا هلا. ايه برا برا. وهي القهوة سراب خانو. لك سعي سرار، انتي ليش اشتغلتي غير هسه؟ ظروف. ظروف؟ ظروف شو؟ بتعرف لما كنت صغيرة بالمدرسة ويسألوني شو بدك تطلعي لما تكبري؟ أكيد ما كنت وقف وقول لهم بدي أطلع ديلر. ايه وشو كان بدك تطلعي؟ شبك؟ ليش عم تضحكي؟ رائدة فضاء. إيه رائدة فضاء؟ إيه وليش ما طلعتي رائدة فضاء؟ ظروف. كيف عم تسألني ليش؟ إيه أنا حتى خياطة ما قدرت أطلع. إيه بس كمان أنت مزودتيها شوي، يعني رائدة فضاء دفعة واحدة. شايف آخرة الطموح؟ طيب احكي لي أكثر عن حالك. شو بدك تعرف؟ يعني أي شيء، ظروفك، حياتك، يعني كل شيء. ما بحب أحكي قصتي، هسا فيلم هندي من عاد 100,000 مرة. يا ستي وأنا حابب أحضر هذا الفيلم الهندي، احكي لي بحكي لك. قصتي أكيد سمعان مثلها كتير. توفى بابا كان عمري 3 سنين وأمي اشتغلت بس ما قدرت تعيشنا. قام تجوزت واحد ما بجيب أولاد على أساس يعاملنا كأننا بناته. قام طلع معقد وقاسي كتير. ليش كان مو منيح معك؟ لا أبداً، بس أنا مضطرة صايرة لأننا ساكنين عنده في البيت. طيب لا اختك ما بتشتغل؟ اختي طيوبه وبسيطه وما بتعرف تساوي شيء بهالحياه. انا بشتغل وبصرف عليها وعمي. هاي منيح. وانت؟ انا شو؟ شو انت شو؟ ما بدك تحكي لي قصتك ولا خليتني احكي قصتي؟ لا لا ما في لا قصه ولا شيء، يعني انا بعكس قصتك. انا ماما توفت وانا بعمر صغير، وبعدين عشت أنا وبابا بالفيلا وفيك تقولي داير نص العالم، طلعت وسافرت كتير، بس بالآخر هيك بتحسي إنه يمل من هاي شيء. في مشاكل بينك وبين أبوك؟ لا لا أبداً ما في أي مشكلة، بالعكس أنا وبابا علاقتنا كتير منيحة، بس هو أحياناً مسؤوليات شغله كتير كبيرة وعموماً هو بيختار عني كل الوقت وأنا موافق ما عندي مشكلة. يعني بالنهاية أنا ما بدي شيء منه وكل شيء موفر لي بهي الحياة. ليش شو صاير معك؟
ما هو المشكلة إنه ما عم يصير معي شيء، يعني كل يوم عم بعيد حاله، كل يوم نفس الشيء. ليش بتتعاطى؟ ليش لحتى ما أتعاطى يعني؟ ما عندك شيء تاني تساوي؟ على فكرة أنت هيك عم تخسري زبونة. زبون؟ أنت هيك شايف؟ شو عم نساوي هلأ نحن هون مع بعض إذا أنت بس زبون؟ طيب أنا آسف، ما كان قصدي. فيك تقول اللي بدك إياه وأنا فيني أفهم اللي بدي إياه. زعلتي؟ شو رأيك؟ والله أنا آسف، ما كان قصدي عن جد، يمكن سرعت شوي. معلش، مو لهالدرجة كمان. طيب أنا رح جاوبك. هي القصة بلشت لما كنا أنا ورفقاتي سهرانين، فحبيت القصة وحسيت إنه بلاقي حالي فيها. بعدين ما بعرف أنا يعني بيني وبينك ليش عم أتعاطى، بس بالنهاية حسيت حالي تعودت. أدمنت؟ لا ما أدمنت أبدا. شو عرفك؟ لأنه ببساطة أنا أيمت ما بدي وقف بوقف. كتيرين بيقولوا هيك. إيه أنا غير هدول كتيرين، أنا فيني وقف. جربت تقطع شي يوم؟ لا. كيف تقدر تعرف إنك بتعيش بلا مخدرات إذا ما جربت تقطع ولو يوم واحد؟ أوهو على هالسيرة، شيلينا من القصة، هلأ بيصير بدي، ليش عم بتذكريني؟ طيب نرجع لموضوعنا. قلي هلأ بعد ما عرفت قصتي فرقت معك شي؟ ايه طبعاً فرقتي أكيد يعني. شو فرقت؟ سراب أنت صرتي بعيني حدا عنده طموح، عنده أمل، عنده حب للحياة. يعني كل واحد فينا عنده الشي اللي بيكمله التاني. أنا بتمنى لو إنه فينا نجمعهم مع بعض. يا ريت. طيب انت اذا حابه انه تبلشي شيء جديد بالحياه انا ما عندي مشكله، اي شيء بقدر ساعدك فيه انا جاهز. لا معلش شكرا، انا باقي لي شويه شغل رح خلصهم وبعدين رح اترك هالجو كله. شو يعني انا ما عاد رح اشوفك؟ لا مبلا، بتشوفني سراب تاني، سراب اللي بحب كونه، وأنا بتمنى أشوفك مثل ما أنت بتحب تكون. أنا بتمنى، أنا جاهز، ما عندي مشكلة طبعا. طب يلا، ما بدك تغير لنا الموسيقى؟ إيه إيه طبعا، إيه بأمرك، على راسي.